خير أول أنا تعرف أتحكى لك زمان يوم صغير صغير كان عمري 10 سنوات كنا أول لقفة أو اقتراب بالأهل وبالأهل وبالجماعة يا نقعد في الميلس يا نقعد على السيف وانت ذكر حكي الأول أول نقول أهلا أهلا يا رمضان شهر الخير والإحسان هيا نسعى يا صبيان وحوي وحوي رمضان وكان زمان الأول غير الثريد وين الأولي الخبز الرقاق وينه الخبز الخباز وينه راح اندثر ما يرجع زمان له هالأيام راحت الأيام ايش منعاد البحرين بنيها تنثرت هالمحرق وراحت وين مدينة عيسى من مدينة عيسى راحت وين الرفاع اخوانك ما تشوفهم مثل الاول اول في بيت واحد ناكل يميع ويا حلا زمان الاول العيوز في البيت يعني يدتك عمتك خالتك في البيت يمكن خواتي ميو ان احنا نروح لهم عيشة الأولية غير احلى تغير الاحوال والقلب الدار ما يعود رمضان مثل الاول لا لو قالوا لك ما يعود لان الرجال الطيبين راحوا احلى تغير إلا هذي والخالي ما يعرفون عيال عمهم وينهم أنا حاجك الصيد أنا حاجك عني في أهلي ما قدروا أروح لهم في مدينة عيسى أنا ما عندي ما سوق سيارة أول أسوق أو حين ما سوق في التليفون شلونكم عساكم خير فرمضان حلو أيام حلوة سهرات حلوة قعدات حلوة نقعد نقول يعني نقول رمضان نقعد نقول تريمبو يعني هلو أقالي ما الأول ما يقولون عيب عرفت عيب وكانت حزمة في البيت الأبو والأوليال ليده كلهم هيك في وحجرنا حجرة واحدة فيها 10 أنفار العيال 10 ويا أبوهم أنا يمكن عندي 4 حمامات 6 حمامات الفقير ما عنده إلا حمام واحد فهمت كل شيء تبدل يا أخوي ما يرجع المضار قبل أول قبل هالأيام السوق مالك محطة في اللي يطحن قهوة واللي يسوي حق النشي واللي يسوي محلبي برزه واللي حلا وأول مفصل ثيابنا قبل العيد بشهر كل شيء بارد كل شيء الخياط يشتغل قبل العيد أنا حن بارز أغراضي قبل شهرين هكا ما يبتم أغسلهم وننظفهم ويا الأختار والقحاضر فزمان الأول غير الأول ما يرجع ما يرجع لو قالك يرجع كذاب